السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم جانا لكم مقطع جديد بلعبه جاز ستيشن جانجارد سيميليتر، لعبه محاكي محطه الوقود لاجهزه الموبايل للايفون والاندرويد، ورابط تحميلها بلاي ستور وصف. طبعا يا جماعه الخير، بفيديوهات سابقه قلنا لكم رح نعمل سلسله جديده، وهي رح نشتغل في هالمكان هذا، وبنفس الوقت رح نحاول انه نفتح هذا المكان اللي هو الكار ووش. مثل ما شايفين هي مغسله السيارات. طبعا يا جماعه حق هاي المكان تقريبا 6000 دولار لازم تجمعه عن طريق شغلك في هذا المكان، وعن طريق مشاهده اعلانات وما اعلانات ومدري شو، لحتى تقدر تشتري هذا المكان. فبالاخير يا جماعة الخير اشتريناه، وهلا صار بامكاننا نشتغل فيه ونغسل سيارات. فخلونا نعبي بنزين اول شيء لهذا الشخص عشان ما يعصب، وبعدين نروح نورجيكم كيف رح نشتغل في المغسلة وشو تعملوا في اللعبة لحتى تقدروا تجمعوا حقه للمغسلة. طيب عبينا له بنزين لهذا عمو الحجي. طبعا يا شباب في نقطة يا جماعة، واللي هي عطول بيجيكم اتصال في هداك المكان، في هون في مثل كولبا او تليفون، فبيتصل عليك صاحب المكان صاحب المحطة، هو بيكون خاله لشخصية اللاعب اللي عم نلعب فيه هلا حاليا. طبعا بيتصل فيك انه بدنا مصاري، بدي مصاري، بعت لي فلوس مدري شو. فاذا كان ما بعت له فلوس يا جماعة الخير، بيجي بعدين ببعت لك شخص بيقتلك، وبس من قتلك بياخد بالفلوس منك. فانت شو لازم تعمل حتى ما يبعت لك شخص يضربك وياخد الفلوس منك؟ فلازم تروح مباشرة على الكمبيوتر الموجود في الماركت وتبعث له مصاري. هلا رح ورجيكم كيف، بس اهم شيء يا جماعه الخير لا تنسونا من الصلاه على النبي واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وبترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. وطبعا يا جماعه مثل ما شايفين الزباين يعني اليوم كتار بشكل لا يوصف. طبعا يا جماعه بالزور لحتى قدرنا نجمع يعني 6000 دولار واشترينا المكان. وهلا رح اروح ورجيكم المغسله ونورجيكم شو الترتيب، بس خلونا نروح اول شيء على الكمبيوتر. طبعا شوفوا المكان شو قد وسخ، لازم ننظف المكان كمان مشان يجوا الزباين وما ينزعجوا. طيب بتجي لهون يا جماعه، اول ما بتجي لهون بتنزل لتحت في شيء اسمه لوان، بس ضغطت عليه هون بيقول لك بدي تبعت لي فلوس. فكيف رح تبعت له فلوس؟ عن طريق اذا ضغطت على زر ال100 دولار فبتبعت له بهذا الشكل. مثلا رح اضغط على 10 دولار 50 دولار لنفترض، بتعمل له باي، هيك بتبعت له خارجية او بتبعت له فلوس لصاحب الكازية. تمام، فانت مشان ما تخلص الفلوس تبعك شو تعمل؟ بعت له عن طريق مشاهدة الاعلانات، تضغط على هاي 100 دولار بقول لك هون واتش اد، بس مشاهدة اعلان بيعطيك 100 دولار 100 دولار 100 دولار هيك على هالمبدأ هاد. فهلا حاليا نحن لازم نبعت له لهذا الشخص 1000 دولار، لازم نبعت له 1000 دولار لحتى يرضى علينا ولحتى ما يبعت لنا شخص يضربنا وياخذ الفلوس تبعنا. عرفتوا كيف؟ لاني بصير بيهدد وبصير بيعيط والف قصه يا جماعه. فهون يا جماعه مثل ما شايفين اول زبون بيجينا على المغسله لحتى نغسل له السياره تبعه. خلونا نعبي اول شيء بنزين لهذا الحجي اللي هون، وبعدين نروح على المغسله رح اشوف اعلان مباشره بيعطونا عليها 100 لتر. طيب يا جماعه عبينا بنزين لهذا الحجي، خلونا نروح على المغسله نغسل له السياره للحجي اللي اجى. طبعا يا شباب هاي بتكون اول سياره بنغسلها بهذا المكان، طبعا لحد الان ما جربت، فيمكن على ما اظن في مضخه ها موجوده هون، تجي هيك تضغط على المضخه يمكن بهالشكل. حلو، هاي زر المي، يا عيني عليكم. شوفوا لي على السياره كيف عم نغسلها يا شباب، شوفوا لي على السياره كيف عم نغسلها. هاي استفتاحيه مباركه بهذا المكان مثل ما شايفين. هلا رح نستفتح ونغسل سيارات ونصير نجمع فلوس. طبعا مثل ما شايفين قدامكم عم نغسل، يا عيني عليك. طبعا في هون زر بيحول لك المي يمكن، ولا شو الترتيب؟ ولا يمكن بكتر على ما اظن. حلو، ها بيفتل المي على ما اظن، الحنفيه او هذا المضخه بيفتله اذا ضغط على الزر. طيب غسل 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 غسل، يلا 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 يلا, يلا. حلو، قد يعطينا عجب؟ يا ترى شو بده يعطينا هذا الحجي؟ مثل ما شايفين هون خلصنا، يا عيني عليك. طبعا في عداد موجود في الاعلى مثل ما شايفين عم بيقول لك انه شو قد تنظف السياره بال100 بنسبه 100%. ليش هيك لساتها وسخه يا شباب؟ شو قصتن؟ شو قصه السياره يا زلمه؟ حلو، خالصين، هاي صارت 100%. اعطونا 35 دولار معلم، والله كتير قليل، ليش هيك؟ طيب رح نطلع لبرا يا شباب بهالشكل،
وهون يا شباب مثل ما شايفين بلشنا نشتغل في هاي المغسلة. طيب هلا رح نشوف اذا رح يجينا كمان زبون تاني ولا لا، بس خلونا ننظف المكان يا جماعة لاني وسخ كتير كتير، ما بعرف مين عم بكب الاغراض في الاراضي هيك يعني. طلعوا شو هاد يا زلمة، في عنا كمان الماركت فاضي لازم نشتري له اغراض، لاني يا جماعة فضينا كل البضاعة مشان نقدر نشتري المغسلة. هون مثل ما شايفين يا حبيبي على الزبالة شو هاد. طيب شيل الكيس بهالشكل، تجي يا معلم زدته هون حلو. طيب اجانا زبون تاني يا شباب، اجانا زبون تاني يا عيني عليك. هلا والله هلا والله نورت. ندخل يا حبيب، جيب لي المضخة. شلون بدك نغسل لك يا حبيبي، داخلي خارجي شو بدك؟ يلا افتح المي بسم الله. حلو والله سيارته حلوة مبين عليها، انا لازم ننظف له تنظيفة حلوة. نظف لي هذا الجنب هيك، يا عيني يا عيني النظافة من الإيمان ما شاء الله. بينت سيارة بي ام على ما أظن، مو هيك يا شباب؟ بي ام قديمة ولا شو هي يا شباب؟ لادا يمكن، مدري شو اسمها. طيب غسلنا له اياها، والله غسلنا له اياها بشكل سريع. ليش هيك؟ لأني صغيرة. ها يا عيني عليك نورت. 20 دولار يا بخيل، 20 دولار وين هي؟ شو بدها صرفنا مي أكثر من 20 دولار؟ يلا ما بيأثر. طيب شوفي عنا الله يا شباب، رح نروح نظف كمان. شيل لي هدول يا زلمة، مين عم بكبكب في الأراضي؟ بس بدي أعرف يعني عن جد، إنسان كتير قليل ذوق عم بكب الأراضي وبيوسخ المكان. شوفوا شو يا جماعة، يعني طلع الله شربان عصير كبة هون، تحس حالك عايش في مكان غابة يعني، كل واحد بياكل بكب ومدري شو يا زلمة. طيب تعالوا لنشتري غراض نحطهم بالماركت. الله هون فتح عنا ستاند جديد يا جماعة لازم نشتري، فأي واحد بالضبط لازم نشتري؟ ما بعرف يعني، في عنا حاليا عم بيجينا اللي موجود في النص، موجود في النص والموجود على طرف اليسار، هدول اثنين عم بيجينا منهم زباين. فعلى ما أظن يا جماعة رح أشتري هاد، نشتريه هيك بهالشكل. حقه 4 ذهبات مثل ما شايفين، والله انقلق قلبي. طيب مثل ما شايفين اشتريناه، هلا ضل عنا ستاندين لازم نشتريهم بالايام القادمه مشان نقدر نجمع فلوس من عن طريقهم، يعني نشتري مثلا قطع مع قطع وهيك. طيب هلا هون يا شباب مثل ما شايفين الماركت فاضي يعني بشكل لا يوصف، لازم نعبيه، لازم الرفوف كلها تكون مليانه مشان الزباين. شو صار عنا الله هيك يا شباب؟ كل شيء موجود جنبه صفر لازم نشتري. تعالوا نشوف يا عيني. طيب لا تعالوا نشوف اعلان وبياخذوا مننا 619 دولار مثل ما شايف. طيب عبي لي الرفوف يا حبيب، عبي 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 يا عيني عليك، يا عيني عليك على الصف الحلوه. طيب اشترينا، شو بدي تعال نشوف. اوه والله ما عندي اياها مع الاسف، انا بعتذر ما عندنا اياها، ان شاء الله بنجيبها بالايام القادمه. شوفوا هذا الاول ستاند الجديد اشتريناه هلا، في عنا دول ستاندات القديمات مثل ما شايفين، كمان لازم نرجع نعبيهم لاني حقهم غالي والله العظيم. شو هذه يا زلمه، كل البضاعه كثير غاليه يا شباب هون عنا. طيب عبي له بنزين بسرعه وخلينا نروح نغسل سياره، في سياره عم تستنى الغسيل، لازم نجيب لنا شي عامل نشغله معنا، البنزين بيجيب مصاري اكثر. طيب هات المضخة نغسل له سيارته هيك رشة بسرعة، لأني هدول عم يعطونا قليل يا زلمة. ليك يلا يا عيني، طلع طلع يا زلمة، دخل في الوحل هذا، شو قصته يا زلمة كل الوسخ هذا؟ نغسل لك راسك حبيبي، عجب السائق ما متوسخ كمان نغسله يا زلمة؟ شو هاد داخل، وين داخل هذا هيك يا الدخلة هي؟ جيب العيد الله وكيلكم. طيب غسل السقفية يا عيني على النظافة، يا عيني يا عيني، شوفوا شوفوا شوفوا. ايوه حبيب لمعنا لك الدواليب، بس دواليبك عاطله بدها تبديل، شو نساوي لك يعني؟ حلو يلا بقي شوي من السقفيه يمكن. يا عيني عليك يا عيني عليك، هذا الجنب خالص 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 خالص. حلو لمعت، صارت تلمع السياره شايفين؟ يا عيني عليك، مع السلامه. بس 35 دولار هالمره اخذنا منك 35 دولار، مرة الجاي بدك تاخذ، بدنا ناخذ منك 70 يا زلمه، مش هتبخيلين. شو هاد يا زلمة، شو هالمكانات؟ طيب ينو هذا الفهيم اللي كابب هاي الكرتونة هون. طيب تعال نشوف شو لازم نشتري. هلا هون يا جماعة بقي عنا مكان اسمه ابارتمنت طرف اليمين، هذا حاليا
مقفل، يمكن يجي بالايام القادمه يعني بعد تحديثات وما تحديثات وهيك شغلات، يمكن يفتحونا هذا المكان نقدر نشتريه، ويمكن نفتحوا اوتيل او هيك شيء يمكن على ما اظن. فخلونا هلا نشتري بضاعه نعبي الماركت. مثل ما شايفين يا جماعة الخير، في عنا هاي وفي عنا هاي ما اشترينا منها، وهي وهي حلو. شو نحط؟ بنحط من هدول. والله غاليات يا زلمة، ليش هيك كثير غالي هذا ال... طيب منشاهد اعلان يا جماعة، ندفع 493 من اصل 593. يلا طيب اشترينا البضاعة يا شباب، مثل ما شايفين صف لي اياها صفي مرتبة مشان الزباين ينبسطوا عليهم، نصير نبيع زيادة منهم. والله طلعوا عبينا الستاند ما شاء الله. طيب تعال نشوف في واحد، اوه معلم ما عاد نلحق، الله وكيلكم. صار شي بدي يغسل سيارته وشي بدي يعبي بنزين. عبي له البنزين بسرعة هالشكل، عبي عبي عبي، يلا 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 بسرعة 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 بسرعة. رح نغسل السيارة ونسكر المكان حاج، والله تعبنا يا زلمة، شي تعبت بنزين شي غسيل شي مدري ايش، بدنا نروح ناكل يا زلمة. يصير هالحكي، طلعوا هذا وين داخل هالدخلة هي، طلعوا موسخ السيارة موسخ الدنيا يا زلمة. طيب تعال لك هات هات الفرد، شغلي المي حبيبي. هلا اذا ما اعطيتني 70 دولار بدي اكسر لك السياره يعني عن جد يا زلمه. شو هالبخله هذا يا زلمه على البخله. طيب سله المري كمان طلع بلمع لك اياها. يلا 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 حبيبنا حبيبنا حبيبنا، يلا يلا يلا. ايوه يا عين عليك يا عين عليك يا عين عليك النظافه خالصين. يلا مع السلامة حبيبي. 20 دولار يا زلم. اعطوني اعطوني حجر اكبسه فيها، اكبسك في حجر. الله اشيل وجهك، حسبنا الله ونعم الوكيل على الانسان. طيب مثل ما شفتوا يا جماعة الخير بعد المقطع، ورجيناكم كيف رح نشتغل في هالمغسلة هاي، واشتغلنا في الكازية واشتغلنا بالماركت اللي هنيك، والحمد لله ما اتصل علينا صاحب المكان لاني عطول بده مصاري بده مصاري بده مصاري يا زلم. ما بشبق، تبعت له بيقول لك قليل وما قليل، وبدي ابعث لك ناس يقتلوك يعني بهدد مثل عاده. فمثل ما شفتوا يعني ان شاء الله يكون استمتعتوا في المقطع. لا لا يا زلمه لا، شو تعال نشوف شو بده يا اخي. شو هالزلمه هذا عم بيقول لك نحن مو بعتنا له مصاري من شوي، فعم بيقول لك انه ما بعرف اتشكرك ولا ما اتشكرك بس المبلغ كتير قليل، اذا ما بتبعت لي مصاري يعني من هالحكي انه بدي اجي اكسر مكان فوق راسك ويك يعني ما الصيغه. فخلونا نبعث له 100 دولار خليه ينبسط فيها شوي، لاني هلكني هلكني يا جماعه هلكني. تاو ها هي 100 دولار مع السلامه حبيبي. يلا يا شباب مثل ما شفتوا الله يكيا يا جماعه الخير، وصلنا معكم نهايه المقطع. بتمنى منكم لا تقصروا معنا وصلوا على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسونا من اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل جديد، وتابعوني على حساباتي الموجوده بصندوق الوصف. وبترككم بامان الله وسلام، وكتبوا لي في التعليقات اذا حبيتوا هيك مقاطع ولا لا.